زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى. علم التاريخ كعلم يعرف بأنه العلم المعني بأمانة تسجيل أحداث وأحوال أمة الإسلام في زمن ما في مكان ما. ليه أنا قلت بأمانة تسجيل؟ لأن المؤرخ المسلم أمين في تسجيله لما يشاهد أو يسمع أو يعلم. لا يمكن أبدا أن هو يؤلف قص، لا يمكن المؤرخ المسلم أن هو يبقى انتقائي أو اصطفائي أمين. فالمؤرخ غير معني بالحكم على الحدث، ولكنه معني بماذا؟ بإيراد الحدث. ولذلك أنا عرفت علم التاريخ والعلم المعني بأمانة تسجيل، لابد من تسجيل الأشياء بأمان، حتى ولو كانت تخالف عقيدتك، ولو كانت تخالف منهجك، لأن المؤرخ ليس كالعالم الفقيه. العالم هو الذي يحكم على الأشياء، أما المؤرخ يثبت ما يسمع أو ما يشاهد أو ما يعلم دون تدخل منه. ليه المسلمين عندهم دقة متناهية وأمانة متناهية في تسجيل الأحداث؟ لأن بقول إن هذا التسجيل يعد مهما جدا لربط الأجيال اللاحقة بالأجيال السابقة، فكبراء الأمة هم أسلافها، والذين يسيرون على طريقة أسلافها دول كبراء الأمة. ليس كبراء الأمة اللي هم أصحاب الوجهات والمناصب والأموال، وإنما كبراء الأمة هم الذين يقودون الأمة قودا صحيحا على منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمال.